أيضا إعلامي شغال في قناة عامة ومعروف، متحدث رسمي لنادي منافس، وشغال هجوم على كهربا وفي المقابل بيدافع عن ناديه. أنا قلت لحضراتكم امبارح، هل حضراتكم عمركم سمعتوا أستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة النادي الأهلي طالع يعيب في حد من لاعيبة نادي الزمالك؟ مثلا نادي الزمالك أو نادي بيراميدز أو نادي الإسماعيلي أو أي نادي. ولكن الإعلامي المفروض إن هو بيتكلم عن معايير الإعلام، ولكن هو عمره ما فكر إنه اللي بيعمله واستغلاله لهذه المنصة الإعلامية للهجوم على النادي الأهلي ولاعيبته بيعتبر بعيد تماما عن معايير الإعلام اللي بيحاول إنه يتكلم عليها. من المفترض هتقولي ما أنت بتتكلم، أنا بتكلم هنا داخل قناة النادي الأهلي، ومن حقي إن أنا أدافع عن كل لاعيبة النادي الأهلي، وأدافع بالطريقة التي تناسب النادي الأهلي، وأدافع عن جمهور النادي الأهلي، وأدافع عن كل ما يخص النادي الأهلي. لكن حضرتك فين الحيادية والموضوعية في الكلام؟ فمثلا هذا الإعلامي عمرنا ما شفناه طلع يتكلم عن سلوك خطأ حصل من لاعبي أندية منافسة، وكأنه مش شايف غير النادي الأهلي ولاعيبته طبعا. وزي ما حضراتكم عارفين السبب معروف ومفهوم. جماعة أتمنى إن احنا نعدي هذه المرحلة. هذه المرحلة هي مرحلة المرحلة السابقة نعديها يعني، ودخلنا دائما في مرحلة الاحترام والود ما بين مجالس إدارات الأندية بمختلف انتماءاتنا. لما بنطلع نتكلم بنطلع نتكلم بمنتهى قد يكون هناك نقد عادي جدا ما فيش مشكلة، ولكن بمنتهى الاحترام وبمنتهى الأدب. ليه بندخل الأمور في بعض؟ ليه بنرجع أو ليه بنرجع الناس 10 خطوات أو 20 خطوة ورا؟ بالعكس، جمهور النادي الأهلي وكل الجماهير المصرية على وفاق تام، وزي ما قلت لحضراتكم امبارح الحاجات اللطيفة دي بتعدي، ولكن مثل هؤلاء هم اللي بيعملوا الفتن وبيثيروا الفتن، وإحنا من فضل حضراتكم لا نريد مثل هذه الأمور. علاقات على أعلى وفي أفضل مستوياتها، وإن شاء الله تفضل فيها بهذا الشكل دائما، ولن ندعو إلا للاحترام والأدب والأخلاق.